أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وين هاي الدوج؟ وين؟ حلو والله حلو. أصلاً نحن ما في ورانا غير نبرح على التلفزيونات، وبس يخلص التلفزيونات نفتح التليفونات. قومي بسرعة، بدي ألاقي حمامات عبر المعامل وتشي بسرعة. شو؟ يا تنظيف يا تنظيف وحمامات. قولي دخيلكم بطني ما مغوصة، ولي بطني عم تقطع، ولي راسي راس دخيلكم، راسي راسي عم موت، ولي دخيلكم. بالله كل ما بجيب لسيرة التنظيف يا تنمغصي يا راسك بوجعك. اسمعوا يا خدوج، بتقومي لحالك احسن لك الا بمسح بكرامتك ارضها. يخرب بيتك من حالك، كل شو بدي اعمله لحالي؟ ابو عباد احكي لك كلمه، لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم بكتب لنا ما نرتاح منوب، اتركي الزفت من ايدك وقومي ساعدي امي. اسمع واسمع، بزمتك بضميرك بتقولي روحي نظفي الحمامات، بروح بنظف الحمامات بتجي بتشوف ما بيعجبك، بتقولي الله يعين بدي اعلق فيكي، وبترجع بتعيد من اول وجديد. نحن هيك بنكون ايش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، معناها طالما هيك هيك ما راح يعجبها، خلي تنظفهم هي. يا بنت يخرب بيتك من حالك، ايش قصدك هيك؟ يعني انا مفتريه وانت ساكت الساع؟ بدك تقوم تضربها بضربها انا؟ انا عارفاني اليوم ما راح نخلص، اليوم ما راح نخلص، بدك تقومي تساعدي امك الا لا. قوموا بالكم، ايش حكيت انا؟ ولك لسه واقف عم تسمع لها، هجوم عليها في الشلي خلقي، تعي افرجيكي يا حشره. طول بالكم والله ما حكيت شيء، انا لحقيني امي. وقف 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 عندك، ما صدقت انت سحبت نشاط هجمت عليها بدك تقتلها، ظالم انت. الله صحي ما تسمع كلمه، بس مو بهي الطريقه. شو؟ شو بيا ام عباده؟ مو انت قلتي لي قوم اضربها؟ انت هيك ما لك رايح تضربها، انت هيك رايح تموت يا استاذ. انا بدي لي حنونه هلا. اسمعني يا ام عباده، اذا ما بتروحي هلا من وجهي راح اجي اضربك لك هلا. يو انا شو عملت لك انا؟ علينا خلص الخبز عبالة، تعال بسرعة نزل جيب خبز. يلا يا شباب شدوها، ما بدنا نموت. ها يا عيني عليك، انت عم تخليك معي. الله اكيد كوع عم تصرف، ليش اجيب طلبات من تحت؟ ماشي انا بتصرف. اه يا ابن العيب، اللي حالك اطراش، انا بفرجيك جايتك. لحظة لحظة، انا بعرف الله في كثير ناس عم تشوف الفيديو ما راح يحط لايك، حطوا لايك. ايوه اشتركوا بالقناة، يا عيني عليكم. هلا فعلوا زر الجرس مشان يصادقوا على كل اشعار بنزلها. شلون لك؟ واول تعليق مثبت في رابط حساب الانستغرام، تعالوا تابعونا حسابنا الانستغرام، راح تصير مسابقه كثير حلوه، مشان تعرفوا التفاصيل روحوا على الانستغرام بسرعه. عبده عبده وينك يا زفت؟ بالله عامل لي حالك نايم، ومين كان لك هلا عم بيلعب بالتليفون امبارح مالي خبر انا؟ بسيطة، ماشي يا عبده خليك نايم، انا بعرف اتصرف معك. لحظة شوي. ايه اصلا انا كنت جاي اقول لك انه ابوك ابضل معاشه وجاي اوزع علينا مصروفنا، خليك انت نايم هيك هيك راحت عليك. عن جد؟ وينه خليني الحقه؟ لقطت تاتي. اه يا مادي يا حقير، مجرد ما سمعت بزيت المصاري قمت، بس شلون؟ شلون انا فيقتك؟ شفت الزكاة شلون الطريقة؟ قوم هناك بسرعة. اه المصاري اه. قوم بسرعة زي جيب خبز وتعال يلا. وقت المزح لانه الله ارميه، ما بدي انزل وبس. ما بدك تقوم؟ ايه ايش عليه؟ انا ايش عم بعذب حالي معك؟ ابو عباده تعال شوف ابنك اللي ما عم بسمع كلمه، ما عم بدي زي يجيب خبز. قولي له روح استخي له، ما بدي اقوم. قولك شو بك؟ ايش في يا حرمه ليش عم تعيطي؟ هذا ابنك مستحيل يفهم حكي، ما بفهم حكي غير بالضرب. عبالي نزل ما بده ينزل. عباده شوف امك ايش بدها، روح جيب لها اياها بسرعه. شوف 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 ابو عباده، لك ولا اعمل لك اعتبار، ولك ولا تحرك من محله، لا وعم بيعمل بايده هيك كمان ما بده يعني. شو؟ انا فتحت من حرف، انا كنت رايح اجيب لك اللي قلتي لي عليه. كمان تعال اسمع عبدك، تعال اسمع ايش عم بقول. قال هو ما بده ينزل، واللي بده شغله ينزل يجيبها هو، قصده عليك يعني. انا ماني عارفان انت ايه ما بدك تضل ساكته يعني. شو هو عم بقول هيك علي؟ عبادة شاهد على روحه. انا قلت هيك روحتينا بشربة مي. وينه؟ وينه؟ ليش ما عرفت كلمة امك؟ ليش ما عرفت انا ناصر انا ترى هون؟ بس بابا ما قلت شيء. اخ يا ظهري يخرب بيتك من حالك، والله ما بدي اركعك. قول خلص خلص طول بالك عندك، وين هجم بدك تقتله؟ خلص والله بسمع كلمة وبنزل فورا. لا يا ده مو انت جيتي هلا شغلتيني عليه هون، صرتي بدك تدافعي عنه؟ شوفي هيك ام عباده الله يعينك، اذا لسه عم تيجي تشتكي لي على حدا فهمانه اسعي هيك من وجهي.
وينك انت؟ ليش ما عم بشوفك؟ اذا متخبي اطلع مشان اشوفك. ولا قرعوا بدا انت راح حتى بس حفني لحظه شوي. انتوا شو عم تعملوا؟ ليكي عم تلعبوا مع تحفظون؟ يخرب بيتك موجود انت معهم كمان. يلا يلا كلاتكم على الحفظ. يلا ليش امي هن عم بلعبوا كمان؟ هلا بس نخلص فرو بحفظ وعلمتوه يرد جوابات كمان. لا 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 انا ما عاد احسن عليكم طاول. انا طاول ما عاد احسن عليكم. ابو عبادة تعال شوف ولادك ما عم بسمعوا كلام طاول. شلون يعني ما عم بسمعوا كلام؟ اسعي هيك لاشوف. وينه لاشوف؟ ايش عم تعملوا عندك انت ويا هولاك؟ عم نلعب ببجي. ولك الله لا يوفق الببجي ولا يوفق اللي اخترعه. تعالوا ولك واقف 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 عندك. ما صدقت تهجم بدك توتر اصلا سحبت الاشارات. طول بالك لا تقرب عليهم. شو؟ ايش قلتي؟ ولك مو انت يلا شكرتيني عليهم مش هضربهم. ايه انت هيك رايح تموتهم ما رايح تقتلهم. اوعى تقرب عليهم. ما اقرب عليهم؟ ايه تكرم عيونك بس الظاهر في حدا تاني راح ياكل قطي. ايش قصدك يعني يا ابو عباده؟ وضح. لا 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 انت عارفاني ايش قصدي. تعالي افرجيكي. قولي قولي دخيك قولي 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 وين بدك تهربي؟ جايكي وين اخيك؟ ايه لا اطلعي خليكي. لا شوف وين بدك تتميه. وقف لك هون اذا بدك تطلعي جوا. لا شوف وقف لك هون. صح. ايه خليكي انت جوا انا رايح اشوفها لعند تحسين. شو؟ اين عند تحسين؟ ما عند تحسين؟ تجاوزت حدودك انت ابو عبادة. ها وينه؟ اوعدي وما حدا سمع عليكي. كنت عم تعمل؟ لا 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 ما 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 كنت عم بعمل شيء. ما كنت عم بعمل شيء. عم بقول لك ايش كنت عم تعمل؟ ايش هذا خبيته وراك؟ ما خبيت شيء ما في شيء. كنت بردان هيك رقدت مشان اتفى بس يعني. ولك شفت كل شيء من عندي. ايش كنت عم تعمل؟ انت ايش شفتي؟ ابو عبادة ابو عبادة ابو عبادة. نعم ابو عبادة. نعم ايش في؟ ولك دكانه بتحسين لمبه للسمع عم تحترق والعمى عم تطفي فيها. الله اكبر. قولي لا 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 لا, لا. عجب شلون احترقت دكانته للزلمه؟ انا بقول لك شلون احترقت؟ من صواريخ الفتاش اللي عم تشوفها تحت من الشباك. يخرب بيتك من حالك. حرقت له دكانته للزلمه. امي الله يوفقك ايدي بزنارك. ما تقول له لابوي والله يمكن على هالعمل هذا يمكن يذبحني مباشره بجوز بيت. الله يوفقك البنت. ايش بدك بعمل لك؟ البنت هيك يا مسوي لك يا بس ما تقولي له. اي لا 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 ولو انا هيك هيك كنت بدي اذلك. شوف الله هن شغلات مالي كتير يعني. ها ايش بدك تطلبي؟ انا جاهز انا خدامك بدك اياه. هلا انا قلت لك شغلات مو كتير. يا الله بسم الله. A few moments later. الله الظالم بس الله الظالم. اشتغل على السوام اشتغل بقلب رب. يلا ايش في؟ عم تغافلني ولك؟ عم تغافلني امبارح ما شفتك انا عم تحش وسخ بالزيق. طالعوا طالعوا عيد مسح من اول. يلا يلا يلا. 2 hours later. على مهلك على ملك وكعلى ملك. بتعرف اذا تواطع البرداي بدي علق محلها. فهمان خلص فهمنا امي فهمنا والله فهمنا. قلك على ملك على ملك. هي هديك بس اجيب كانت شقة البرداي. نعم انت هذا اللي خفتي عليه؟ خزن المطبخ لازم يكونوا عم بلمعوا. اسرع. طيب جعنا امي جعنا ما بصير كمان. اي اشتغل اشتغل هلا اشتغل بس نخلص. لا تخاف ما رح تموت. علي النعمة لو عبيد ما بتعاملوا في المعاملة. 6.5 hours later. حاج امي انا برأيي حاج. هي هي علينا بدنا نقضيها هيك نحن اليوم. لو اختك كانت خلصت هلا ايه صخيرة خلي تعملون هي. لا ما حذرت انت بدك تعملون وخلص بسرعة بدنا نكمل الصالون. يلا بستناك. ولك الواحد لما بتصير معه مشكلة بروح بقول لأمه. بس إذا كانت أمه هي المشكلة إيش بعمل؟ عيد مرة تانية عيد مرة تانية. لك بدي أنظف من هيك. أسرع شوي أسرع هيك ما راح يمشي الحال. ها أسرع شوي غفل لي إيدك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيت أبو عبادة؟ ممتاز. يلا هلا أبو عبادة بجهز لنا الأكل بسرعة. نعم شفتي رقم أبو عبادة؟ ماس كهربائي مسح عنده بالدكان، حرق له الدكان كلياته. شو؟ ماس كهربائي؟ ماس كهرباء عادي، صار تماس بالكهرباء لبت المحل حريق للسماء. يعني لحظة، محل لو بتحسين احترق من ماس كهربائي يعني ما من صواريخ شرفت أنا؟ صواريخ؟ ولك أبني أنت مهبول شي؟ عبالك ماس كهرباء بتقولي صواريخ؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أبو عبادة بدي إياك ضروري حاني على الغرفة بسرعة. أوف، شو بقى أمك؟ ليش راحت؟ أولك أولك أولي أكلتك نادر.